متابعي الشق خياطة وتفصيل، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بألف خير وبصحة جيدة ان شاء الله. في الفيديو ديال اليوم غادي نشوفوا طريقة خياطة هذا الموديل هذا اللي كيجي في الفساتين وفي البلوزات كذلك. الطريقة ديالو جد سهلة، غادي نشرح لكم بكاع الطرق. يعني لبغيتو ديروه مثلا القصة ديالو جاية من التركيز او جاية من الكتف ودائرية او لا مثلثة، ولكن هاد المثلثة هي اللي كيكون فيها يعني الخياطة ديالها شوية صعيبة. غادي نشرح لكم الطريقة ديالها. اذا هنا اذا كنتو غادي ديروها من الكتف فضروري في الكتف القياس الكتف كتزيدوا 2 سنتيم الخياطة على سنتيم ديال الخياطة اللي زدتو في الاول، واذا كنتو غادي ديروها في التركيز هكا مائلة فكذلك كتزيدوا 2 سنتيم ديال الخياطة في التركيز. هنا هاد القصة هادي كتجي في الصدر، اذا كناخذوا النقطة ديال الصدر كنحددوها بحال هكا، واذا كنا غنديروا في التركيز كي قلت لكم كتاخذوا الطول ديال التركيز بحال هكا وكتقسموه على 2، وانتما في الطول ديال التركيز كتكونوا زدتوا داك 2 سنتيم. الا كنتو ديروها من التركيز كتاخذوا خط وكتصلوا بخط هكا. انا غنديرها لكم دابا من الكتف، والكتف كذلك كيبقى على حساب واش غادي ديروها غتزيدوا 2 سنتيم اذا كنتو غديروها في المنتصف ديال الكتف، ولكن اذا كنتو غتخيطوها مع الخط ديال الكتف معكم فما كتحتاجوش تزيدوا 2 سنتيم. هنا قسمنا الكتف على 2 وجينا من داك النقطه ديال الصدر وهبطنا 4 سنتيم، وغادي نجيب سنتيم بحال هكا وغادي نرسم خط مستقيم، يعني ما غاديش نديرو خط مائل. اذا كنتو غادي ديروها دائريه بحال هذا الشكل هذا فانتوما من داك النقطه من داك 4 سنتيم اللي نزلنا كتخرجوا في الجانب بواحد 4 سنتيم اخرى وكيجيكم الشكل دائري، ما كيجيكمش هكا مثلث. وكي قلت لكم هذا المثلث هذا هو اللي شويه الخياطه ديالو صعيبه، غادي نشرحها لكم. اما الموديلات الاخرين فكيكون الخياطه ديالهم جد سهله، يعني بشكل دائري جد سهله. صافي غادي نقطعو، وهنا عندنا واحد القطعة غادي تجيبو غتفصلو قطعة هي اللي غادي ديرو بها الكشكشة. هنا كيف ما كتشوفو ها هو، هنا انا راه نازلة في العنق بثمانية سنتيم العنق الامام. اذا كنتو غديرو نفس القصة في الخلف كديرو نفس الطريقة، كتزيدو في الخلف على الكتف داك 2 سنتيم. كنتو ما غديروهاش فانتوما ما كتحتاجوش ديرو الخلف، كتفصلوه عادي. هنا هاد القطعة هادي كتاخدو الطول ديال هاد القصة هادي من الجهتين وتزيدو عليه 30 سنتيم 15 سنتيم ديال الكشكشة لكل جهة، ولو حسب الكشكشة نتوما كيفاش بغيتوها، واش تكون خفيفة او لا تكون يعني كتيرة. هنا العرض ديال هاد القطعة هادي هو 10 سنتيم، كيبقى لكم الاختيار ممكن تكبروه. كنجيو لواحد الجهة من الجانب وكنتنيو سنتيم على 2، يعني كنتنيو نصف سنتيم وكنعاودو نتنيو نصف سنتيم اخر باش تجينا الحاشية رقيقة. اذا كنتو دايرين السرجي فانتوما غادي تنيو غير داك نصف سنتيم ديال السرجي، غتجيكم الخياطة اسهل. هنا انا ما دايراش السرجي باش نشرح كذلك حتى اللي ما عندهمش الماكينة السرجي كيفاش يخيطوها. وبالنسبه للتفصيله البنات ديال هاد الموديلات هادي فانتوما كتفصلوا عادي، يعني كتكون مسدود من الامام كيف ما شفتوا، يعني الفصاله ديال العاديه ديال الكورساج العادي. فقط نشرح لكم غير هاد القصه هادي كيفاش كتخدم. صافي هنا من بعد ما خيطت الحاشيه الجهه الاخرى ما غاديش نخيطها، غادي ندير فيها الكشكشه. كنوسع الغرزه لاكبر غرزه اللي هي رقم 5 وكنبدا نخيط. هنا من بعد كنجر داك الخيط، كناخذ واحد الخيط من هادوك الخيوط كنجرهم وكنبقى نوزع داك الكشكشه حتى كنحصل على القياس اللي عندي في الفستان اولا في البلوزه ديال داك القصه، يعني كنخلي غير داك القياس. ها انتما كيف ما كتشوفوا من بعد ما درت لها الكشكشه
كتنيو الثوب هاد القطعه على اثنان وكتحسبوا كتلقاو القياس هو هذاك. صافي دابا غادي نجيبها هنايا، هذا هو الوجه ديال الثوب، وهذه القطعه كنحطها بحال هكا على الوجه، يعني الوجه ديالها كيكون من الفوق، وكنخيطها، خيطوها هي الاولى عاد نركبوا داك القطعه الثانيه باش تجينا سهله. كتخيطوا على بعد سنتيم، ملي كتوصلوا لذاك المنتصف كدوروا دابا غادي نركبوا داك القطعه. هنا غادي نجيبوها غادي نحطوها بهذا الشكل هذا، كنجيو لذاك المنتصف كنحددوه على الوجه باش يبان لينا، وكنشدوه من التحت يعني بواحد البانغا او بشي حاجه، ونبداو الخياطه من الفوق حتى لذاك النقطه. كذلك على بعد سنتيم. صافي ملي كنوصلوا لذاك المنتصف كنحبسوا وكنقلبوا الفستان من الداخل، وداك المنتصف كنحلوا داك المثلث داك سنتيم كنحلوه باش يسهل علينا نقلبوا داك القطعه ونخيطوا الجهه الاخرى. ها نتوما دابا ملي غادي نقلبوها غادي تسهل علينا، وغادي نخيطوا الجهه الثانيه. هانتوما كيف ما كتشوفوا كيفاش كتجي، الشكل ديالها رائع. هنا كيجي داك الخياطه مقاده على شكل مثلث، من بعد غادي يعني كديروا تشطيب للرقبه بالشكل اللي بغيتو. وهانتوما كيفاش كتجي الخياطه نقيه وسهله. هنا من الداخل كتكونوا درتوا السرجي للبياسه، يعني منين ديروا داك القصه باش كيجي تجي نقيه كذلك الخياطه. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، ونتمنى انه يكون الاعجاب ديالكم وتكونوا استفدتوا منه. ما تنساوش تشاركوا مع الاصدقاء ديالكم، ما تنساوش كذلك الاشتراك في القناه باش توصلوا باي فيديو حطيته. كنبغيكم بزاف بزاف، في امان الله، ونتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله. الى اللقاء.